قلنا بأن العلاقة بين الرجل والمرأة خلقها ربي تكاملية، جعلها الله تكاملية. وش معناتها تكاملية؟ معناتها المرأة عندها أمور هي غير هي اللي تقدر ديرهم. أنت يعني بصفتك رجل ما تقدرش ديرهم، فأنت يا كي تلقى دائما المرأة قايمة بهم تقول الله يخلي لي الزوجة تاعي جزاها الله خير بارك الله فيها، كنت تروح لي هي من الدار تظلم الدار، هي لأنها هي اللي راهي قايمة بالأشياء هذه، وأنا والله وحدي ما قدرش نقوم بهم، نتعب وكان نقوم بهم. وكاين أمور تاع الراجل خاصة في الشارع، مواجهة الناس وغير ذلك والعمل وكذا. ربي خلق الراجل البنية تاعه وقوته الشخصية وكلامه وصوته وكذا مخدوم لهذاك الشيء. فالآن كاين أمور خاصة بالرجل وكاين أمور خاصة بالمرأة وكاين أمور يشترك فيها الرجل مع المرأة. المهم خلاصة الكلام وشن هي؟ أن العلاقة بين الرجل والمرأة هي تكاملية. وربي عز وجل ذكرنا كلام كثير في القرآن الكريم يدل على ذلك. هن سكن لكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كاين أمور متبادلة وكاين أمور يعني لها رجال قوامون على النساء. شوف تكامل بما فضل الله به بعضهم على بعض، مش معناتها الرجل خير من المرأة، لا، الرجل يقولك بلي هاي المهمة تاعو راهي هاي لك القوامة هاي عنده باش علاه باش يكون تكامل. ما يكونوش زوج رجال في الدار، ماشي زوج رجال، لا لا، وماشي زوج نساء في الدار، ما تليقش ما تمشيش. تسمى لازم رجل ومرأة. رجل بعقله وبشدته وبصولته في البيت، هذوك الحركات نتاع الرجل معتدله نتكلموا، هذوك الحركات لازم نخلوهم كيما راهم. وكاين حركات نتاع المراه دموعها وعاطفتها وكذا، هذيك كيما راهي تبقى كيما راهي، خليها كيما راهي. هذوك الشيء كامل عاطفه المراه الجياشه التي تغلب على عقلها في غالب الاحيان مع شده الرجل ورزانته وحسمه وعقله اللي يغلب احيانا العاطفه، احيانا الرجل تسرج لازم يبكيش. هذوك الامور يتكاملوا باش يخرجوا لنا عائله متوازنه. فنحن ابناء نتخبط ما بين قوه الرجل وعطف المراه وحنانها، يعني قوه ابينا وعطف امنا، ونولوا متوازنين. كي نكبروا نولوا نعرفوا وقتاش نخرجوا القوه وقتاش نمدوا العاطفه، ونولوا متوازنين، ما نطلعوش بين زوج نساء، ما نطلعوش بين زوج رجال. فاذا هذاك التكامل هذا هو الحياه اللي ربي حطه بين ادم وحواء، وهذه هي الحياه الحقيقيه في الاسره. مشات هذه الحياة جاءوا ناس فسدوها، واش جعلوها؟ جعلوها حياة تنافسية. ولينا لحقنا واحد الوقت في العقود اللي فاتت قريبة يعني في السبعينات ورواح، ولا واش يقولوا لنا، ولا يقول لك شكون خير الرجل ولا المرأة، ونزقول الطفل الصغير هذاك وليدنا نقول شكون تحب باباك ولا يماك، لا لازم نحبهم في واحد برك، نحبهم في زوج. لا لازم تحب واحد فيهم، ومن بعد واش ولينا نقاش بين الرجل والمرأة، ولا تقول انتم رجال ما تتعبوش كيما حنا نساء، وانتم رجال وانتم رجال وانتم رجال، وحنا نساء وعدنا ونتعبوا اكثر منكم ونديروا 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 ونديروا. ومن بعد راجل يقول لا ورجال حنا ارواحي في باستي، وراح تشوفي القبرمو، ارواحي تشوفي كذا، ارواحي تشوفي كذا. علاه رانا نتنافسوا؟ انت تصلحي في هذاك المكان وانا لا استغني عنك ابدا، وانا لا غنى لي عنك. انت في هذاك هو المكان تاعك وربي يشكره لك، وانا في مكاني وانت لن تستغني عني وربي يشكره لي. علاه ما نحطوش كل واحد في مكانه؟ علاه لازم نتنافسوا شكون خير؟ هذه تنافسيه كانت مقدمه لهذه المرحله الثالثه اللي رانا نعيش فيها، وهي المرحله الاقصائيه اللي غرسونا فيها الكراهيه. هذه الكراهيه اللي موجوده الان للاسف الشديد راهي موجوده في البلاطوات نتاع الاعلام، راهي موجوده في البلاطوات نتاع الاعلام في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يسمى بالذكوريين والانثويين او النسويين. يقول لك هذا ذكوري، علاه ذكوري؟ يقول لك انا نسى كاع ماشي ملاح، ونسى كاع ما يسواوش، وتعيش وحدك خير وما تزوجش، والمراه تجيبها تكسر لك راسك، والخير مراه والشر مراه، وهذه المراه والمراه والمراه والمراه، حتى تشوف المراه بلي شيطان. المراه شيطان، وامك اللي جابتك شيطان، ماشي شيطان. وصحابيات وامهات المؤمنين والناس الصالحات ونسانا الصالحات اللي راهم موجودين معنا الان، النساء صالحات اللي يبقوا يوم القيامه، هذوك وين راهم هذوك؟ ما تقولش كاع نسى ماشي ملاح. وحتى المرأة اللي ما ربما آذاتك بالك فيها أمور ملاح أمور ماشي ملاح، إن كرهها منها خلقا رضي منها آخر، ولا تنسوا الفضل بينكم. والأمر الآخر تلقى المرأة تقول رجال كاع ما يسواوش وكذا، وتقدري تعيشي وحدك وتقدري ما تزوجيش وتقدري. هذا ما نسميه المرحلة اللي لحقنا لها الآن، وهذا من ندو فيه. روح تشوفوا إنسانة واش راهم يتبعوا في المواقع خاصة بالأمر هذا، يقول لك شوف المرأة قدرت تعيش قدرت تواسي. وحتى ونولينا الآن نعيش القتل فيما بين الرجال والمرأة،
آخر حاجة نذكرها لكم من واقعين المر. جاني إنسان قريب 70 سنة، معناتها شيخ ولا لا شيخ، زوجته قال لي زوجتي جبتها من مكان نائي، يعني وهي جبتها صغيرة من مكان نائي، نائي يعني لا تعرف الكهرباء أبدا، منطقة نائية، يعني ما شاء الله امرأة طيبة. قال لي شوف من أحسن ما رأى الإنسان من النساء في أخلاقها وتربيتها وتربيتها الأولاد وقيامها ووفائها، زوجة يعني كما يتمناها كل إنسان. قال لي جبتها أكثر من 40 سنة متعاشرين مع بعض، عندهم أحفاد، أحفاد اسمع مليح، أراهم جد وجدة. هذه المرأة تعدار تاع صح يعني غير في الدار، أصلا هي متربية في البادية ما تعرفش الزنقة ما تعرفهاش. قالت لي شري لي تليفون، شري لها تليفون. قال لي ولات تشوف التليفون وكذا، قال لي الدار، قال لي عفنت الدار عفنت. قال لي قولها يا مرأة، تقول له يا دير هذيك روح شري لهم ساندويتش ولا هذا. قلت لها تي ساندويتش وليتي بساندويتش. قال لي كيفاه؟ قلت لها كيفاه ساندويتش هذا؟ قال لي ولات خلاص راحت الامور اخرى. قال لي ولات تسمى تقوم بروحها قال لي قلت لها ليه منك تتزيني وليه من راكي ما فهمتش هل تبدلتي بهذه الطريقه؟ اخر حاجه يعني ليس قولي عليها، اللي احنا وجوه المصايب كما يقولوا، وش هي؟ ان المراه دي راحت لدارهم وقالت له مستحيل، ألف مستحيل نولي وبإعاز وبقوه من عند امريكا تاعها من عند باباها ويماها. وش داروا؟ ممنوع تولي هذه المراه حتى تشري لها سياره وترجع لها الهاتف بالانترنت وتخلي لها الصفحات كامل مفتوحين، والامر الاخر انها لازم تخرج تخدم والمسؤوليه تاع الدار ما كاش. كما قال المصري بعد ايه ولا ايه يعني بعد ما لحقتي 60 سنة، بعد ما لحقتي 60 سنة وشاب راسك حبيتي تعاودي تولي الفساد، يعني كما نقولوا احنا بين قوسين وسمحوا لي على الكلمه دي، دارت روتور داج متوخره سما روتور داج وراهي روتار فيه سما علاه هذا عليه صوره. نسال الله يهديها ويهدي شبابنا ويلم الاسر هذه ان شاء الله. هذا يقول لك شر البلايا ما يضحك. علاه؟ لاننا هذا نموذج من نماذج الفساد والافساد الذي وصل الينا الى عائلتنا. هذا كله من وين يا اخواني الكرام؟ من قله النظر في الدروس نتاعنا وننظر. وشوف هذه دوره، هذه الدوره تنبهك، الدروس هذه تنبهك على اشياء ربما انت ما كنتش منتبه لها. كاين امور الناس بالك يقول لك صح الخطر كبير، يعني تشعرك هذه الدروس تشعرك بخطوره الامر. كاين بزاف ناس عندهم حياتهم هيك نورمال، عادي تليفونه وبالتليفونه ويدير ماشي يدير بالتليفون، راهو في مدرسه تفسدوه، راهو راني رميته عند واحد يربيه. هذا هو الواقع الحقيقي. اذا احنا لما نشوفوا ان مجتمعنا فسد لهذه الدرجه، وخليك من الاثار، انا اقتصرت حسب الوقت واستسمحكم على الاطاله هذه على كل حال، ولكن الامر يعني جد مهم اننا ننتبه الى ان نصلح احوالنا، والامر يرقع الحمد لله رب العالمين. من المبشرات، انا اعطيك مبشر حاجه تبشر بالخير ان شاء الله، من المبشرات اننا وجدنا كثيرا من الناس الان بداوا يكرهوا هذا الشيء. هذا خلاص تجي حاجه جديده نقعدوا معها عام عامين ثلاثه اربعه كذا، ومن بعد الانسان يكره يولي خلاص كاع شافهم كره من كلش خلاص. ولهذا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، شبابنا راهو يجي ويتوب ويقول ان كرهنا كلش. الشباب اللي يتوب دركا هذوما الان يوم يسمعوا لنا ويولوا، والله العظيم غير لسان حالهم وقالهم راهم يقولوها بلسانهم، يقول لك درنا كلش وكرهنا كلش، دركا حبينا دركا طريق تاع ربي نعاودوا نولوا خلاص. عينا تلهفنا شويه هكذا بالتليفون وكذا ومنا ودير ودير ودير، دوكا خلاص كرهنا، عرفنا كلش وشفنا كلش، دوكا نعاود نقول الله تبارك وتعالى عسى ربنا ان يتوب علينا وعليكم، والله اعلم، والحمد لله رب العالمين.